جزئية القيد يا جماعة، جزئية القيد جزئية مهمة جدا جدا. يعني أنت دلوقتي عندك الأهلي والزمالك وبيراميدز. بمناسبة الزمالك وبيراميدز، والله العظيم الأهلي في قراراته دي بيجيب حقكم أنتوا كمان، بس أنتوا تقريبا مش واخدين بالكم أو مش عايزين تاخدوا بالكم. يعني لو الأهلي قال هنروح يمين، لو الخطيب قال أنا رايح يمين، لا 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 إحنا هنروح شمال، حتى لو مصلحتك موجودة الناحية دي في اليمين. والعكس كذلك، لو الخطيب قال لك أنا رايح شمال هتقول لا 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 أنا هروح الناحية التانية ومش عارف ايه، لا الاهلي غلطوا، حتى لو الاهلي عنده حق وكمان انت يكون ليك حق في القرارات دي. فكر، اعقل الامور وخلي مصلحه الكره المصريه هي الاول، مش مصلحتك انت وعندك انت. فكر في الكره المصريه بس، فكر في الكره المصريه، فكر في فريقك السنه الجايه هيخوض المسابقات بطريقه ازاي، هتأيد لعيبتك امتى، هتتعاقد مع لاعبين امتى، هتستغني عن لاعبين امتى. طيب بمناسبه اهلي وزمالك وبيراميدز، حتى الان الاهلي هو اللي مشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا، الزمالك وبيراميدز خلينا نقولها واحد سيان، مش هتفرق مع الادارتين حسب ممكن يتفقوا تضامن ممكن يحصل ما بينهم يعني. لكن عموما المفروض حتى الان بيراميدز طبقا للجدول حتى الان بخلاف مباراه الزمالك المؤجله، بيراميدز هو اللي هيشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا. والاتحاد الافريقي قال ان اخر ميعاد يوم 30/6 عشان تقول لي الفرق، بيقول لاتحاد الكره عشان تقول لي الفرق اللي هتشارك في البطولات الافريقيه سواء الكونفدراليه او دوري ابطال افريقيا. الاهلي حسب خلاص الامور بقى في دوري ابطال افريقيا، الزمالك وبيراميدز. طب انت ازاي هتقدر تخاطب الاتحاد الافريقي وتقول له ان خلاص الانديه او الاربع انديه كمان في المصري حسب الكاس هيتلعب اصلا ولا لا، حسب الامور دي كلها اللي انتوا عارفينها يعني. فانت ازاي هتخاطب الاتحاد الافريقي وتقول له ايه الثلاثة دول هم اللي هيشتركوا أو الأربعة دول هم اللي هيشتركوا في البطولات الأفريقية، وأنت الدوري عندك هيخلص يوم 29/7، يعني هيكون عدى شهر على الميعاد اللي أنت بلغت فيه اللي المفروض تبلغ فيه الاتحاد الأفريقي. هتعمل الموضوع ده إزاي؟ طيب فترة القيد إمتى؟ تفتح في الاتحاد الأفريقي بداية من أول شهر 7، بتدفع غرامة مالية بعد يوم 20/7. النادي الأهلي إمبارح طلب من اتحاد الكرة إيه؟ افتح القيد، لان انت عشان تأيد لعيب افريقيا لازم تأيده محليا الاول، ده طبيعي جدا. افتح القيد يا عم بالكتير يوم 10/7، ما بقولكش تفتحوا لي يوم 1/7 زي فترات الاتحاد الافريقي عشان اقدر اشتغل واتحرك براحتي، لا خد 10 ايام اهو من عندي وسيب لي 10 ايام قبل ما ادفع الغرامات. الغرامات بالمناسبه من يوم 15 ليوم 20 بتبقى $150 لو انت هتأيد لعيب، ومن يوم 20 ليوم 30 اللي هو اخر يوم بيبقى $500. المهم دي من ضمن طلبات النادي الاهلي اللي قالها امبارح لاتحاد الكوره، وده شيء هيكون مهم جدا انك تحاول تحل القصه دي عشان كمان فتره القيد، عشان تقدر تتحكم في القوائم بتاعتك. اهلي زمالك بيراميدز، مش اهلي بس، اهلي زمالك بيراميدز والفريق الرابع سواء المصري او هنشوف بطل الكاس لو الكاس هيتلعب امتى، بس هو كده في الغالب هيكون المصري بورسعيدي لان هو خلاص المركز الرابع. فانت ازاي هتحل الموضوع ده؟ قال لك اصل هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم قال ان هو هيجيب استثناء من الاتحاد الافريقي 5-6 ايام اسبوع، يعني على يوم 5 اغسطس كده الفرق تقدر ان هي ايه تأيد لاعبتها. طب ما هي هتأيد بغرامات، طيب حتى لو بعد كده هيكون في لوائح معينه لمشاركه اللاعبين اللي انت هتأيدهم في فتره غير متاحه اصلا من البدايه. طب ما انت كده هتضطر ان انت في لاعبين معينين هم اللي يشاركوا في الادوار الاولى ولاعبين الجدد هم اللي هيشاركوا في الادوار اللي بعد كده، فبالتالي ممكن تاثر بالسلب عليك انت، اهلي زمالك بيراميدز كله، مش بنتكلم على الاهلي بس. فبصراحه حاجه غريبه، ما اعرفش اتحاد الكره هيحل دي ازاي وهو معتمد على العلاقات مع الاتحاد الافريقي. ما اعتقدش في ظل الازمات اللي بنسمعها والكلام الكتير اللي بنسمعه في الاتحاد الافريقي خلال الفتره اللي فاتت، مش هيبقى فيه حساب العلاقات دي، حتى لو نجحت في كده مش هيبقى فيه وقت للانديه ان هي تأيد لاعبتها.